ليش احمد ليش انا ما اقدر اندر لك ليش ضحك اكو سر اي دور يلا ماكو ما ماكو دور معين ماكو دور معين صراحه ما اعرف دور المكاره هم يقولوا لي دور متسلطه المكاره فيمكن اكثر شيء دور الوقت ما اخذنا انا وداليا وسوزان دور انه وحده تحشى على الثانيه ها القشابه تقشبه هذا من صنفي تصريح خطير صافي تقول هذا من صنفي يعني تحب تقشب ولو بيناتنا الحكي احنا النسوان اكثر يعني كل النسوان يعني كل النسوان البعض من عندهم اوكي كاتالونيو بس يقول انتم شنو حابسيكم بهاي الغرفه طبعا هو سؤال للجميع طبعا انتم حابسيكم بهاي الغرفه نفس ما تشوفون المشاهدين انه هذا استوديو خصصنا لشبابنا وبناتنا اكو وقت معين هو من الصبح للعصريه او للمساء حسب الاوقات اللي تكون بها تدريبات هم ساكنين شباب فندق والبنات فندق اخر اكو مرافقين يرافقون المشتركين نفس ما تشوفون اكو مطبخ موجود لان هم يكون اوقات كلش طويله فاكيد راح يجوعون فيطبخون هاي الاكلات تمن المحبب لو تمن المحروق لو يسوون لنا شعره هو هذا الاستوديو مهيئ للشباب وللبنات حتى يدربون به وحتى ياخذون الملاحظات المهمه. اذا خلينا نشوف بعد شنو عندنا من اسئله. طبعا ياسر ميديا يقول اني معجب بالبرنامج ويؤسفني خروج فهد. ومروه الموسى سؤالي او نونا طارق اني معجبه بسوزان واحمد هاي الاسئله احنا قريناها. القيصر العربي مهند خلينا نروح يا مهند خلينا نشوف الاسئله اللي مو مهند او مهند تعال يمي يلا يعني ما بيلاحقون. مهند انت يقولون انت مو برشلوني لا برشلوني هذا من القيصر اني اوجه تحيه القيصر العربي كل شيء يا حبيبي اني برشلوني من النخاع للنخاع. طيب يقول لك اذا انت برشلونه ليش استسلمت بسرعه؟ ليش غير؟ طبعا شنو هسه المشجعين مال برشلونه طبعا ما اقول لك كلامي. خلي يعذرني اولا خلي يعذرني قيصر حبيب قلبي بس يعني هم علي شيته وتسعه يعني انا شو اسوي؟ يعني لبسوني بالقوه بس هذا مو معناته انه انا اترك برشلونه انا برشلوني. بس احب ريال مدريد يعني خلي يعرفون جمهور ريال مدريد مو يحقدون علي. طبعا سوزان دا تقدرين تجين؟ احمد سالم يقول سوزان بعد التجربه والوقوف امام الخطر وعلى حافه الخروج هل سنرى سوزان بوجه جديد وافكار جديده؟ صراحه بعد الوقفه اللي وقفتها اني لا ما اعتقد اي الوقفه اللي وقفتها سوت لي دافع ان اشتغل اكثر انطي للجمهور اكثر اعطي من طاقاتي اكثر بس كتخطيطات وكشبل عكس لا ابدا لا اكو تخطيط ولا اكو اي مؤامرات تحصير كنا هنا نكون زملاء بالعكس احنا هنا جايين نقدم اعمال احلى للناس لنفرحهم صح مو لنعلمهم على التآمر بالعكس لا احنا واجهه للشباب نعم ان شاء الله طيب هسه اروح يم زينب تعال اقعد يمك اكو مشكله انه لازم اني احقوم زينب بس لازم الاجهزه نفس ما تعرف احنا لازم بس اجهزه حتى صوت او زينب اجت يمي اوكي زينب يقولون انت اذا فيما بعد ان شاء الله ورا البرنامج شنو الادوار اللي ببالك تمثليها؟ الادوار؟ شنو يعني مثلاً دور مثلاً بنية شقية دور بنية معقدة بنية المخبلة بنية المخبلة المجنونة تكون بنية المجنونة بشيء معين مثلاً بالرقص أو بالغناء أو شنو شنو ببالك تمثلي ماكو دور معين لو حسب الفرصة اللي تجيك حسب الفرصة اللي تجيني حسب الفرصة اللي تجيك اوكي مصطفى محمد يقول سوزان هواية انت تصنعين بتصرفاتك حتى تحاولي انه تجذبين الاضواء لك لا ابدا ابدا هاي شخصيتي هي نفسها من كنت صغيرة لحد ما هسه كبرت ماكو تصنع ما نقدر نصنع يوم يومين ساعة ساعتين احنا من الصبح لليل امام كاميرا امام عدسة وبيناتنا شقد ما نلبس الثوب هذا والقناع اللي نلبسه لابد انه في لحظة نطلع منها بس لا هاي تصرفاتنا احنا نفسها ان شاء الله تحبوها ان شاء الله طيب داليا
سؤال داليا، شنو داليا شو تحب؟ وين داليا؟ داليا الهادئ البعيدة. طيب. في الركن الهادئ البعيد. طيب. ليش تشي ليش؟ شو تفهم عندها أوس؟ شكو. شكو. داليا أنت تحبين دراما تراجيدية لو الكوميديا، منو ممثلك المفضل؟ أول شيء يعني أحب الدراما التراجيدية أكثر، وممثل المفضل يعني راقي لو عالمي لو عربي عادل إمام. أحب التراجيدية بس أحب عادل إمام. تحبين تراجيدية وعادل إمام. أوكي نور شوية ميدار تقدر. نور يقولون انت تفكر انه تمثل كوميديا فيما بعد؟ اكيد طبعا، يعني انا بدايتي وانطلاقتي كانت بالكوميديا واشتهرت بالكوميديا، فاكيد لا الكوميديا فصارت جزء من عندي. بس انا يعني ما احب يعني اضل على نمط واحد بس على الكوميديا، لا احب التراجيديا، احب الواقعيه اكثر واحب الكوميديا. يعني اذا استمرت على الكوميديا اخاف يقولون هذا بس كوميدي بعد ما يقول، يعني صحيح يعني يعني ظلت الادوار اللي تجي لي من بعد يعني ما عرفت كله كوميدي كوميدي كوميدي، يعني فأنا ما اريد هذا الشيء، يعني اتنوع اكون ممثل متنوع هذا الافضل. مثل دراما وكوميديا وكل شيء كل شيء. طيب انتم شباب كل واحد اكو هدف فيما بعد، يعني بعد ما يخرج من البرنامج انه يخلي خط معين، يا اما يمثل كوميديا او دراما تراجيديا، او شنو راح يكون ببالكم، شنو هدفكم ما بعد البرنامج؟ ابدي بسوزان. صراحه اتخيل انه التراجيديا حتكون جيده بالنسبه لي، بس ما اقول لك انه ما امثل كوميديا، بالعكس راح احاول راح اجتهد بيه، بس اتخيل انه الادوار التراجيديه حتكون اقرب الي. نعم صابرين اتفق وياهم نفس الحاجة. وزينب تتفقين؟ تراجيديا. وداليا دائما نلاحظ صابرين وزينب وداليا دائما يتفقون بكل شيء، هم كلهم عندهم كلمه واحده. اذا اكو مواقف تختلفون يعني برايكم بيناتكم؟ اي طبعا اكو هوايه اشياء. لا انا صابرين. انا وداليا اخذوا شغله، يعني انا وداليا واحمد ما نتخالف. اوكي يصير مشاكل بيناتنا بس ما نخلي الاول الثاني. زين منو اللي ياثر على منو؟ انت تاثرين عليهم ولا هم ياثرون عليك؟ داليا مو تاثر علي، لا ماكو واحد ياثر على واحد، بس داليا يعني يمكن هي لانه تنصحني هواية، يعني اسمع كلامه بس مو تاثر بس علينا. بس احمد ياثر علينا ثانية. بس حمودي ياثر علينا احنا. بس متى وصلين من التصويت؟ لا واحد هو واحد على التصويت. انا اتمنى انه كل واحد يعني يكون حر برايه وباختياره.